الناصري يفاجئ أنصار الوداد بقرار جديد في الميركاتو. فاجأ سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم أنصار فريقه بخصوص الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدا أن رغم توفر الفريق على 42 لاعب غير أن تعزيز صفوفه بلاعبين جدد لا يزال متواصل. وأوضح الناصري في تصريحات لموقع الكرة وقال: أكدنا أننا لسنا ممنوعين من تعاقدات مثلما روج من البعض، وأغلب الصفقات بل جميعها تم بعد دراسة متأنية وحكيمة وفق المتطلبات والاحتياجات للنادي. وتابع: لم يكن ذلك بالأمر الهين، نحتكم على مجموعة قوية والحمد لله، وكان لزاما إقناع عناصرنا التي توجت معنا بالعديد من البطولات بالبقاء والدفاع عن ألوان النادي، وقد تيسرت الأمور. وأضاف: نملك فائضا من اللاعبين ويتجاوز عددهم حاليا 42 لاعب، وينبغي غلق القائمة وإرسالها للكاف قبل موعد سوبر الإفريقي. وختم: القرار بيد المدرب الحسين عموتة، عندما يتواجد معنا بالمركب سيعلن قراراته ونحن علينا التنفيذ، لذلك أعتقد أن ميركاتو الوداد ما يزال متواصل.